وكان معانا وبنعامله احسن معامله واحسن راجل، وهو راجل محترم وراجل حاول يصلح مره واثنين وثلاثه قدامنا، قلها تعالي وخد عيالك، وخدها وراح اسم مصر القديمه، وهو قعد ساعتين ثلاثه تقول المحامي او شوف المحامي، هو قفل التليفون وما جاتلوش. طب يعني ايه اللي ايه السبب في نشوف يعني نشوف الخلاف بينه وبين زوجته؟ عايزه تشتغل وقال لا لا انا عايز كلمتك لعيالي، وبدل بتاخد خمسه اديك 10. طب هي رفعت عليه قضيه خلع من غير ما يعرف؟ ما كانش يعرف، هو فوجئ بيها قضيه الخلع. طبعا راحت اشتكت في بنك نصر بحضانه الاولاد. لما جاي القرار قال لها ايه؟ تعالوا خدوهم. هي زورت القسيمه القديمه وراحت تنقل العيال من وراها، ولا اتنكبت وناس مسكوها وعرفوها وجابوا العيال. فلما بقولها ليه المشاكل؟ تعالى عايز خديهم ونحل يا بنت الناس مع بعضينا.